الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السؤال الأول يقول: ما هو حكم الكلام في حاكم غير حاكم بلدي؟ وهناك من يستدل بقول الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا إن أحمد يقصد الكلام في الحاكم وهو المأمون، نرجو التوضيح. أولا يا أخواننا، ثبت بالسنة الصحيحة التي لا مطعن فيها أبدا، كما في حديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم وغيره، وصحح الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يكلمه علانية. ما يكلم علانية. أولا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر يطاع، لقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيضا قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما عند خيار في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا فيه مصلحة يا أخواننا، الحاكم يكلم سرا ما يكلم علانية، هذا فيه مصلحة، والمصلحة هي أن الحاكم مصدر للسلطة ومصدر للهيبة، وفي التكلم عن الحاكم في العامة وإثارة الناس على الحاكم، هذا فيه كسر لهيبة السلطان، هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، كون الحاكم ينصح سرا لا علانية، هذا أقرب إلى قبول النصيحة. إذا كان الإنسان العادي ما بيقبل تنصحه في العنن، ما بيقبل، ده الإنسان العادي، فكيف بالحاكم وهو صاحب الهيبة وصاحب السيادة في البلد؟ ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الأمر ده. أما كونه البعض يتفلسف، بعض الشباب عندهم فلسفة، يقول لك: يا أخي الحاكم المأمور بالسكوت عنه وما يتكلم عنه في العلن هذا حاكم البلد، أما حاكم البلد الآخر فيقول لك نتكلم عنه. الكلام ده باطل من أوجه كثيرة جدا. أولا، الوجه الأول، الحديث لم يفرق بين حاكم بلدك وحاكم البلد الآخر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، العلة في عدم الكلام عن الحاكم من العلل إنه الكلام عن الحاكم يثير الناس عليه ويذهب بهيبة السلطان، وهذه العلة متوفرة. الليلة لو انت تكلمت في حاكم السعودية او سعودي تكلم في حاكم السودان، انت تكلمت في حاكم مصر او مصري تكلم في حاكم السودان، نفس العلة موجودة، بدليل انه الفتنة اللي قامت قبل فترة وافسدت كثير من البلاد العربية، اللي اشعلتها قناة الجزيرة. قناة الجزيرة هي ولعت الفتنة في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي غيرها، وقناة الجزيرة ما في واحدة من الدول دي كلها، بل كادت توقد الفتنة في السودان هنا، وقناة الجزيرة دي قاعدة في قطر في الدوحة، عرفتها؟ عشان تعرف انه مسألة الكلام في الحاكم، لو كان حاكمك او حاكم غيرك، المفسدة هي المفسدة، لذلك ما يجوز ابدا لما تقدم من الأدلة. أما كونهم يستدلوا بقول أحمد ابن حنبل، نقول: أولا، قول أحمد ابن حنبل أو قول الإمام مالك أو قول الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم من العلماء ما يعتبر دليلا مستقلا أبدا. ما في حاجة اسمها تقول لي الدليل قال أحمد ابن حنبل، ما في دليل قال أحمد ابن حنبل. أنت لسه ما فاهم الدين السلفي، المنهج السلفي، أنت ما فاهمه،
ما في دليل قال الإمام مالك، هذا مو دليل. أنت بتقول قال رسول الله وشرح الحديث مالك، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الحديث أحمد بن حنبل، تقول قال رسول الله وشرح الحديث الشافعي، ده الفهم كده. تجيب القول الدليل قرآن أو حديث، أما بعد ذاك شرح القرآن أو الحديث تجيب شرحه للإمام مالك أو أحمد بن حنبل أو غيره من السلف. فأول حاجة كونه نقوله قال أحمد أو فعل أحمد ما هو دليل، بل قول ابن عباس ما هو دليل مستقل، وقول غيرهم أبي هريرة واحد من الصحابة ما هو دليل. أفهم ده ما دليل حتى يجي زول يستدل به. بعدين ولو كان دليلا، أفرض سلمنا جدلا إنه قول أحمد بن حنبل ده دليل، هل أحمد بن حنبل تكلم في حاكم باسمه عينا كده؟ ما تكلم في حاكم عينا، إنما سألوا سؤال، والكلام الجابو ده هم ما جابوا مكتمل ذاته، سألوا سؤال. وهذا ما نقل الخلال في كتاب السنة، ده تلميذ أحمد بن حنبل، قالوا له يا إمام الحاكم فعل وفعل وقال بخلق القرآن، ده المأمون. قالوا ألا نخرج عليه؟ أصلا هم جايين يطالبوا بالخروج، فقال أحمد بن حنبل اصبروا، هو بصبر في ناس دارين الخروج، قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يذهب الحاكم أو يموت فيستريح البر أو يستراح من الفاجر، لكن ما تكلم عن حاكم بعينه أو باسمه. طيب قال قرأت في صحيفة دكتور أمين حسن عمر قال إن السلفية هي حركة من الحركات، وأن أول من بدأ علم الكلام هو ابن عباس في مناظرته مع الخوارج، قال وأن أحمد ابن حنبل هو رمز المعارضة في محنته. دي ثلاثة جمل كذب فيها هذا الرجل. الأولى قال السلفية حركة من الحركات، حركة كيف يعني؟ كيف يعني حركة؟ هذه الحركات بتتحرك كل الحركات الموجودة، حركات مسلحة، حركات دينية، حركات فكرية، هذه الحركات تتحرك لإنجاز مهام دنيوية معينة. يقول لك حركة تحرير السودان، دي اسمها حركة لأنها تحركت لحاجة معينة، فهمت؟ يقول لك حركة العدل والمساواة، دي عندها قضية دار تشتغل من أجلها، قضية معينة، ناس مهمشين، ناس مستضعفين إلى آخره. طيب السلفية حركة، اتحركت لشنو؟ لشنو اتحركت؟ السلفية منهج، ما حركة، منهج. وهي كما قال الراغب الأصفهاني قال هي مجموعة من القواعد العلمية المستنبطة من الأدلة. السلفية منهج، وهي منهج الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. السلفية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال السلفيون هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله وما أجمع عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. دي ما حركة، حركة بتاع شنو؟ دي ما حركة، ده منهج رباني مستنبط من الأدلة، مأخوذ من الأدلة من الكتاب والسنة، ما بعد اسم حركة. اثنين قال أول من بدأ علم الكلام هو ابن عباس، كذاب. ابن عباس ما كان من علماء الكلام، ما كان من علماء الكلام، هو أعظم مفسر في الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس لما ناظر الخوارج ناظرهم بأدلة الكتاب والسنة، انت قال علم الكلام ده شنو؟ ده علم التنظير، ما في أدلة علم الكلام، ما في أدلة أصلا، لأنه مبني على قواعد، والقواعد مبنية على مقدمات، والمقدمات مبنية على أدلة عقلية ونظريات. يقول لك المقدمة الأولى كذا، المقدمة الثانية كذا، دي مقدمات بتاعت علم الكلام وتنظير. أما ابن عباس لما ناظر الخوارج ناظرهم بأدلة. الخوارج قالوا علي بن أبي طالب كافر، قال لهم ليه كافر؟
قالوا لأنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. دي واحدة، قالوا قاتل وما أخذ النساء سبي وما أخذ الغنائم. دي نمرة واحد. قال لهم تاني شنو؟ قال لهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا علي بن أبي طالب حكم الرجال. أها، دي مشاكلكم. أنا أديك القصة باختصار. ابن عباس ناقشهم بالقرآن، قال لهم كيف لو جئتكم من كتاب الله ما يبطل قولكم. قرآن. تقول لي علم الكلام، كلام بتاع شنو هذول؟ كويس. قال لهم انتوا قلتوا علي بن ابي طالب حكم الرجال. قال لهم ان الله تعالى حكم الرجال في ثمن ارنب، في ثمن بتاع ارنب حكم الرجال. قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به اثنين. قال لهم ربنا حكم الرجال ولا ما؟ قالوا حكموا. قال لهم طيب قلتوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال لهم قاتل في من قاتل كانت عائشة رضي الله عنها. قال لهم لو قلتم إنها أمنا ونسبي أمنا فقد كفرتم، ولو قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. قال لهم واحد من خيارين، يسبي عائشة يعني رضي الله عنها. سكت الخوارج. أول ما انتهى من المناظرة كانوا 6000، 6000 من الخوارج رجعوا منهم 4000، واثنين قاتلوا علي بن أبي طالب قتلهم كلهم إلا قليل منهم. طيب بعد ذلك قال أحمد بن حنبل هو رمز للمعارضة في محنتي. معارضة بتاع شنو يا زول؟ أنت موهوم ولا شنو؟ وين أحمد بن حنبل معارضة؟ أحمد بن حنبل طلع مظاهرة؟ ما طلع مظاهرة، إنما كان يحث الناس على الصبر، وصبر الإمام أحمد وضرب حتى ذكر في التاريخ. أقرأ التاريخ أنت ما تكذبك كمان لا في صينية. يجيك واحد يقول لك أحمد بن حنبل رمز للمعارضة، طوالي تطلع معارضة؟ يا أخي أنت أقرأ التاريخ. أحمد بن حنبل لما ضرب حبسوه وضربوه، ولما عذب والطبيب بيعالج في يدينه وهو بيقول اللهم اغفر للمأمون، اللهم ارحم المأمون. الطبيب بيقول لو ده من اللي عذبك ذاته يا اخي، وده من اللي ضربك كويس، كان بيقول انه لا يعلم لانه كان مغرر به. يقول اللهم ارحم المأمون، اللهم اغفر للمأمون. فالمنهج السلفي يا ناس ما فيه مظاهره وخروج على الحاكم، ده ما فيها، ده عند الاخوان المسلمين وانصار السنه كمان برضه ده منهجهم. الرئيس العام بتاعهم ده مش اساله هسه، الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح، أمشي أسأله أقول له ما رأيك في المظاهرات؟ قبل فترة تكلم عنها والتسجيل موجود، لما قالوا له بعض الشباب في أنصار السنة بيروا المظاهرات والخروج على الحكام، قال أنا ذاته برى المظاهرات والخروج. ده ذاته الرئيس العام بتاع الجماعة، كلهم شلة بتاعت أخوان مسلمين، ديل بهنا وديلك إلا من رحم الله من الجهال. في ناس ما فاهمين حاجة، أعمامك كبار كده، وناس مساكين في البلد هناك لسه ماسكين في التوحيد والسنة وكده، ما جايبين خبر للي بيحصل جوا هنا في أنصار السنة في المراكز بتاعتهم الأساسية والغادة بتاعتهم. ده الأخوان مسلمين ما تغش رقبتك ساي. طيب قال واحد صوفي جاب شبهة وقال إن الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بعرقه وشربوا دمه، أرجو الإفتاء في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إنه يتبرك به، يجوز ما في أي مشكلة. وجدت من عرقه يتبرك، وجدت من شعره يتبرك، وجدت من بصاغه يتبرك، ما في مشكلة. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها وهي خالة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة كان يقيل عندها بقي البنوم فتسلت من العرق، بتشيله بإناء كده، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت هذا عرقك طيب نطيب به طيبنا، يعني بيشيل العرق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بكبوه في الريحة عشان يعطر الريحة ذاتها. لكن سؤال موجه لك أنت ولأبوك الشيخ، أسألك بالله عرق أبوك الشيخ بيعفن الريحة ولا بطيب الريحة؟ بس كده جاوب انت لنفسك براك.
يا مسلم عرق النبي صلى الله عليه وسلم بيطيبوا بها والريحه ذاتها بكبوا في الريحه بتبقى سمحه. ابوك الشيخ عرقه كيف؟ امشي اتريح به عشان يغلبك المرقه من البيت. يا ناس انتوا بتتكلموا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بصاغه بركه وما خرج منه من فصل عن النبي عليه الصلاه والسلام يتبرك به. لكن ده يتبرك لي بتاع ابوك الشيخ يتوفى لك في مويه امشي اشربها بيكون فيها 16 مرض غير الكوليرا والانيميا. امشي امشي اتبرك بها. اصلا ده ما بجوز يا اخوانا، شرعا ما بجوز. ومن ناحيه تجريبيه كده ما فيه فائده. كويس؟ العلماء قالوا ما بجوز لانه الصحابه ما كانوا بيصنعوا ده الا مع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ما في زول بيبزغ وبشيلوا بزاغه وبيتبركوا به الا النبي صلى الله عليه وسلم بس. ما كان بيعملوا مع ابو بكر الصديق. يعني باقي لك ابوك الشيخ ده خير من ابو بكر الصديق؟ اخير من عمر بن الخطاب؟ ولا من طلحه؟ ولا من ابو عبيده؟ من منو؟ ابوك الشيخ انا ما اقدر اقول لك وسخان، لكن انت عارف وسخان. انت عارف المعلومه دي براك، ما في داعي الكلام ده. طيب. قال شخص مركب قسطرة بول يسأل عن كيفية الصلاة وهل يتوضأ أم يتيمم وهل تجوز له قراءة القرآن من المصحف أو الموبايل وشكرا. الإنسان يا أخواننا إذا كان مركب قسطرة أو غيره مما يصيب البدن بالنجاسة ولا يتحرز منه، يعني ما يقدر يتحرز من النجاسة دي، العلماء قالوا هذا يقاس على من به سلس البول. سلس البول ده بكون البول بيمشي منه طوالي ما يقدر يتحكم فيه. الرجل اللي بالصورة دي حاله ده يفعل ما يستطيع من الطهارة فقط. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. يتيمم للصلاة ويصلي على هيئته، حتى لو بقى البول بيطلع منه أثناء الصلاة ما عليه حاجة، يواصل صلاته عادي، يتيمم للصلاة وكذا. إذا قدر يثبته يتوضأ ويغسل موضع الأذى وبعد ذاك ثاني بعد الصلاة يجري كما هو ما في بأس، لكن ما دام ما بيقدر ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم ويصلي بوضعه هو. لو كان بيقدر يصنجر ما بيقدر يصلي وهو راقد في مكانه، لأن الدين يسر يا أخواننا ما فيه تعسير على الإنسان أبدا. طيب. أما قراءة القرآن من المصحف فالمسألة دي فيها خلاف بين العلماء يا أخواننا، بالنسبة للإنسان اللي ما توضأ ما طاهر، أو بالنسبة للإنسان اللي عليه جنابة، أو بالنسبة للحائض أو غيره، في خلاف بين العلماء حتى بين علمائنا المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز بيروا إنه ما يجوز للإنسان يمص المصحف إلا بطهارة. أما الشيخ الألباني فيرى جواز مس المصحف بغير طهارة، يرى الجواز بدليلين. الدليل الأول قال لي عدم وجود دليل يمنع، ما في دليل يمنع، حديث صحيح صريح يمنع ما. الدليل الثاني السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي في الحرم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع؟ قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. يعني ممنوع الصلاة وممنوع الطواف بالبيت، قال إذن يجوز لها تمس المصحف، يجوز لها تقرأ القرآن، يجوز لها تخش المسجد. قال ده كله بجوز بهذا الدليل، ولعل الأقرب قول الشيخ الألباني والله أعلم. آخر سؤال. قال واحد فنان عنده قصيدة، قال جيبوا لي الشيخ يقرأ لي ياسين. قال حالتي من الريد حالتي زي الطين. بالله قال زولتي نافرة بعيد زي جن الوزين. أبيات طويلة. أولا يا أخواننا المعروف في الغناء أنه من الفسق كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إنما يفعله عندنا الفساق لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة
وصوت عند مصيبة. الصوت عند النعمة ده الغنى، والصوت عند مصيبة دي النياحة على الميت. طيب، فأولا الغنى المعروف إنه بيفعلوا الفساق، والأشعار بتاعتهم أشعار فسق وقلة حياء وسوء أدب، هذا في الغالب. لكن لما يجي يصل الغناء إلى مرحلة الشرك تبقى دي المصيبة الكبيرة ذاتها. يعني الغنى لما يكون قلة أدب براها، أنت ممكن تقول يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما ده فنان صعلوك شغال بيكون عيوناتك وضيناتك، ده ما شغل الفنانين كده كويس. بتقول عنه لو بقى موحد وعقيدته نظيفة ربنا سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده حرام نعم. لكن لما يبقى الغناء، خد بالك، يبقى شرك، تبقى دي المصيبة الكبيرة ذاتها. لأنه الغناء ده الناس بتأثروا به كثير. ممكن تجي تفتح لك في إمتى محاضرة دينية في النت تلقى حضروها 10 أنفار، ممكن خطبة تكون لعالم كبير، خطبة تلقى للشيخ الألباني الحضور بتاعها 500 مشاهدة. تجي تفتح أغنية لفنان تلقى المشاهدة بتاعتها 5 مليون مشاهدة. لما نيجي زي ده يعلمون، يقول لهم جيبوا لي الشيخ، يقرأ لي ياسين. انت ما تقل ادبك ساي، الشيخ اتدخل شنو هسه هنا؟ المرة دي قال زولتي نفرة بعيد زي جن الوزين، الحقة مش نفرت، الحقة امشي فتش ليها، فهمت؟ ده كله في النهاية محرم، لكن اتدخل الدجل شنو؟ قال كلموا الصلاح، قلبي ما هو براء، جيبوا لي شنو؟ جيبوا لي علاج، سووا لي بخرة. يا ود الناس اتدخل البخرات هنا شنو؟ جيبوا لي علاج. العلاج بتاع الشيء علاجه شنو انت قايل؟ الناس البكوركو ديل كلهم البت وعيوناتك وضيناتك وعامله كيف؟ ده انت قال علاجه شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عندك قروش على الرز، شنو انت شغال؟ جيبوا لي بخرة وجيبوا لي الشيخ يا زول، امش على الرز. قال زولتي نافرة بعيد، نافرة خليها، شوف واحدة ثانية، النسوان كملن راقدات، شوف واحدة ثانية كان بينا فرد ما كملن ولا أي حاجة كويس. بعدين قال يا الأولي يا الصلاح سووا لي حجاب، ده شرك بالله، ده شرك. أنت تشرك شان مرة الله يهديك، شان مرة تشرك بالله. قال يا الأولي يا الصلاح سووا لي حجاب، جيبوا لي علاج بمحايا الشرع ولا شنو ما أعرف، قلبي من الريد لا عجل لا تاب. يا مسلم الكلام ده مبجوز يا اخواننا. وقصيده زي دي انت لو حضرتها، لو حضرت قصيده زي دي ولا اغنيه وبتستمتع بها، انت جمعت بين ذنبين اثنين، الذنب الاول ذنب الموسيقى والاغاني، الذنب الثاني والاكبر من الموسيقى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كونك تقول جيبوا لي الشيخ ونادوا لي، وده ذاته كسلان. انت عليك الله ما دام عندك، ما دام مسك الشيخ ده مقتنع به، ما تنادي براك، ينادونك ليه؟ نادوا لي الشيخ وجيبوا لي الشيخ والحقوا، كله فوق شنو؟ فوق مرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف المرة توصل الزول لياته مرحلة، توصلك لمرحلة تكوس الفكيل بيجيبها لك، وتكوس المحاية، وتكوس البخرة، ودار بأي طريقة تجيك بس. تعرف واحدين تقول لهم ده شرك، يقول لك يا مولانا انا عارفه شرك وعارفه اي حاجه، بس دي دايره تجيني. يا زول مالك انت شنو انت قايله؟ لانه الشيطان بيقول له يا اخي بس دي هالمره ذاتها، وهي قاشره له، وكل يوم تجيب بلبسه جديده والكلام والذوق ما تعرف، وكذابين ساي والله. ده اول ما تعرسوا بعدين والله ما تشتغل بالشغله، القشره الجبيد ديك والله تروح ساي، والكريمات المسوينها في الوش والكشف ده كله بيروح ساي والله. تلقى لابسه لها قميص مبشتن ومليانه بصل ودكوه، فهمت؟ والله بيقيرش ما تشتريه. والشعر اللي قلته ده جت تخليه بعدين. هذا ما تملى نفسك هوس ساي، تملى نفسك هوس في الفاضي، في الفاضي ما بيحتاجوا له، ده كله ما بيحتاجوا له. واقول لك قوله
المرة اللي بيجيبوها بيا زي ده ذاتها ما نافعة. والله مرة تجيب الشيخ وانت عارف الشيخ ده وقت تمش ليه؟ تقول لي في واحد انا دار اجيبه، بقول لك جيبه لي هنا اول حاجة. تسلمه في المحطة دي هنا. بعدك بتستلمها انت، وانت كان جبتها للشيخ وانت استلمتها بهناك، بعد ذاك الشكل اللي بتلقاه ما تسالنا نحن تاني. انت اصلا ما تسالنا تيجي تقول لا انا ما قايل الموضوع ده كده، ما قايله بطريقتك. قال لك جيبه هنا منو؟ كله لو نوى، انت لو مشيت براك سكتها في الشارع اكان خير لك من تجيبها في المحطه دي، لانه دي محطه خطره جدا انت ما بتعرفها. بيعمل فيك عمليه ما بتكتشف الا يوم الدين. شفت يوم تبلى السرائر بعدين بتلقى الموضوع ده قدامك. على اي حال الكلام ده يا اخوانا ده فيه سب وشر، والكلام يطول عنه اترك المجال للشيخ مزمل.